تذكرنا بهذا الاسم الفيديو دي لغرض خلق الإنسان في هذا الكون. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم إعمارها، طلب منكم أن تعمروها، أن تعمروها بالخير، وأن تعمروها بالاستغلال الحسن للبيئة، وأن تعمروها بالبنيان الذي يسمى بالسكن، لأن بالسكن يتم الاجتماع البشري على أرقى ما يكون. وعندما صنفوا الشعوب جعلوا الشعوب التي لا سكن لها من أحط الشعوب، قد يكون لا دين لها، وقد يكون لا نظام لها، إلا أن السكن يجعلها فوضى عارمة، فسمي البيت بالسكن. هذا مشروع فيه إنشاء للسكن، يعني فيه تنمية للناس، يعني فيه إعمار للأرض، يعني فيه تحقيق لمقصد الله سبحانه وتعالى من خلقه. كل ذلك يتم على يد من من الله سبحانه وتعالى عليه أن يرى ذلك ويجعله لوجه الله تعالى. شكرا لوزارة التضامن، وشكرا لمصر، وشكرا للإمارات، شكرا لشركة إعمار وعلى رأسها السيد محمد العطار، شكرا لكم جميعا. وهيا بنا ننطلق ونبني ونعمر ونطيع الله سبحانه وتعالى بالتكافل الاجتماعي وبالوحدة بين البشر وبين الخلق، ونرجو لهذا البلد العزيز الكريم أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه كما وضعه في القيادة والريادة أبدا، أن يعيد له تلك القيادة والريادة، يعلم البشرية ويقودها إلى الخير. شكرا لكم.